مسجز سريعه جدا لحاجات كتيره اتقالت واحنا بنتكلم. يعني زي ما قال الدكتور خليفه ان اي دواء جديد حضرتك سالت عليه مش لازم ناخده فعلا. ان انا عايز اقول لكم انا لا انسى سنه 2000 كنت في الولايات المتحده الامريكيه وكنت بعمل زماله، فكان في مجله اسمها تاجيتس انترفيو كان على الغلاف المجله، حتى ممكن كلكم دلوقتي تعملوا جوجل على في جوجل، لما تخشوا على الانترنت تعملوا جوجل مجله اسمها دايبيتس انترفيو. في كان كاتبين المقاله على الغلاف بتاعها كاتبين فيها السكر وقايلين كالاتي: مبيعات السكر على مستوى البلد في سنه 2003 كانت 132 مليار دولار. وكان السؤال بالعريض: Would you cure the profit of the disease؟ يعني هل انتم على استعداد ان انتم تعالجم او تشفوا، مش علاج، شفاء من مرض مربك زي بالظبط البطل اللي عندنا بيضا ذهب؟ فده كان في جوه المقاله كان لا مش هنعمل هذا الكلام، فيؤسفني اقول هذا الكلام، فلن يكون هناك شفاء. احنا مضطرين ان احنا نتعايش مع الحاجات اللي هم قديمه، مش الادويه اللي كل شويه تيجي علشان ما نبقاش احنا حق التجارب. اي تجربه بيبقى فيها فور ستيجز، يعني اربع مراحل، اللي هو عشان يدخل الدواء في السوق لازم يكون نجح في المرحله الثالثه. المرحله الرابعه بقى بيبقى احنا فن التجارب، بعد ما يكون الناس كلها جربته واسمعوه واقروه، يبقى الناس كلها بعد خمس سنين مثلا يجوا يشوفوا الدواء ده لسه بيجيب اضرار ولا لا، ساعتها هنكتشف يقول لك لا الدواء ده احنا اخذه. ده حصل كتير في ادويه التخسيس تحديدا، عشان كده انا العدو الاكبر مع ادويه التخسيس، مفيش دواء هيتخسسه، وبالتالي مفيش دواء برضه المفروض نستمر عليه على طول. نرجع للسؤال بتاع حضرتك اللي هو بتاع الدايبيتس اللي هو السكر في الحمل. طبعا في الاغلب انا مش يعني هياكد عليه الدكتور يحيى والدكتور خليفه، هو وانس ان واحده جالها سكر وهي حامل، ففي الاغلب في خلال 10 سنين لازم هيجي لها سكر بعد الحمل، علشان الحمل ده بيبقى حاجه اسمها ستريسفل كونديشن، الكورتيزون زاد شويه، كميه الانسولين اللي في البنكرياس بيفرزه غير قادر ان هو يتعامل مع الحاله. كل سنه الخلايا بتاعت البنكرياس بتتكسر بنسبه حوالي 4% للي هو تايب 2 دايبيتس، او اللي هو زي في الهاني مون اللي هو النوع الثاني من السكر. فبالتالي في الاغلب بيجي لها بعد كده مع الوقت بيجي لها سكر، فلازم تبدا تاخد بالها. ينفع ان هي تاخد بالها من اولها ان هي لو خست اكيد 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 هتمنع ان هو يجي لها سكر، بس مش فكره تخس بريجيم، عشان ما فيش حاجه اسمها ان اعمل ريجيم عشان اخس. في حاجه اسمها اولا احنا كل الناس اللي بتعمل ريجيم عشان تخس كلهم بيفشلوا. احنا سنة 1980 كان عدد البدناء على مستوى العالم 250 مليون بدين، النهاردة في 1.4 مليار بدين، يعني الكلام دول زادوا أكثر من 10 أضعاف، على الرغم من حاجات كثيرة حصلت، على الرغم من أدوية وجراحات وإلى آخره. فبالتالي طول ما إحنا بنتعامل مع نص الفكر والمصطلح ده، نص التحتاني من جسمنا عمرنا ما هنخس. إيه هو النص التحتاني؟ بتعامل مع معدتي او بتعامل مع ريقي. بتعامل مع معدتي ان انا بعمل رجيم، بتعامل مع معدتي ان انا باخد ادويه عشان اخس، بتعامل مع معدتي ان انا احط بالون او ان انا احوط المعده، او النص الثاني التحتاني ان انا بعمل رياضه. لو انا اعتمدت على الاثنين دول عمري ما هوصل، لازم اشتغل على الجزء الفوقاني اللي هو المايند سيت، ازاي اظبط مخي اولا عايز اخس، يبقى انا حتى اقول انا عايز اكون صحتي كويسه وابدا اغير اسلوب حياتي ككل، مش مجرد مؤقتا. عشان دايما لما الناس بتجيلي كتير تعمل رجيم، اول سؤال بيسالوني انا هعمل يوم فري امتى؟ كلكم سالتوا السؤال ده؟ صح؟ يبقى احنا بنضحك على نفسنا بنقول اه احنا هنعمل لايف ستايل، لكن اوريدي انت بدايه زيبت انت بتضحك على نفسك ان انت بتقول انا هاخد يوم فري. معنى يوم فري ايه؟ يبقى ان انا النهارده مقيد، مش كده؟ وامتى بقى هتفرق عني؟ كمان اسبوع ولا كمان 10 ايام؟ ففكره كونسبت يوم فري دي غير وارده، مش موجوده. معنى ان انا اوريدي بدي اشاره مخي شويه وانت هتسيب اللي انت فيه، فاحنا لازم نبدا نشغل مخنا من فوق، لازم يكون عندي صوره ذهنيه اللي انا عايز اوصل لها، صحتي تبقى كويسه، انظم مواعيد اكلي. رمضان فرصه ذهبيه للناس كلها ان هي تعمل حاجتين. الحاجه الاولى غصبا عنهم هياكلوا في مواعيد ثابته، مفيش حد هياكل هيقعد طول النهار، يبقى انا هاكل في مواعيد ثابته. الاكل
لازم انت تطمن، سواء انا عندي السكر او ان انا ما عنديش سكر، التمر ده مهم جدا. التمريه الواحده فيها حوالي 6 جرام كربوهيدرات، فبالتالي حتى لو واحد عنده ضغوط فهو هياخد تمرتين او 3 تمرات، يعني هياخد 15 جرام، بعد كده ياخد الشوربه يريح يصلي ويرجع بعد كده ياخد الاكل بتاعه. مش مره واحده ان هو ياكل، عشان الجهاز الهضمي بيبقى محتاج سكر عشان يبدا عمليه الهضم. فيبقى التمر ده اول حاجه لازم نعملها. لازم يتاخد. ولو زودته في سجل لكن بكده النقله تصاحب عليك اكيد. خلينا ثلاثه بس. اكيد. فهي هي التمر احنا بالنسبه لنا ده حاجه بديهي، يعني بديهي جدا. ثلاثه بس. والله يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، لو حد عنده سكر وعايز يفطر على طول ياخد واحده ودي من وراه. ثلاثه ماكسيموم. يعني ثلاثه ماكسيموم يعني. لكن اسمعوا عايز اقول لك حاجه، لو عنده سكر ممكن ياخد تمرين، لان ساعات الواحد لما بيقرب من ساعه الفطار السكر بتاعه بيبقى واطي، لكن في ناس تقدر تعمل فطار سكرها بيبقى عالي. التمر ده ثلاث فواكه بتوع القران، العنب والتين والبلح، من الدم من البق للدم على طول. فممكن ناخد واحده من ورا الدكتور طارق نفطر بيها، لكن مش من الحاجات المفضله. ثلاثه ده بقى في النوع الثاني وعشان خاطر، وهي غدا بقول لك ما ينفعش كتير عشان بيعمل ريتراكت كونتراكشن. لكن يعني السكريات الوحيدة مش من الحاجات المفضلة حقيقي، واللي عايز يشرب قمر الدين يديله ربع كوباية ومكملها بمية، مية اسكندرانية الصيادة. دكتور حضرتك سؤالك ايه؟ أنا مش سؤال الحقيقة، أنا برد على الدكتورة. أيوه. حد يجيب لي الميكروفون، سمية بنات فين؟ سارة ازيك يا ريس عاملة إيه؟ أنا عارف إن أصولك هندسة صح؟ أنا هندسة لا يا ده تاني غيري من دسوق. حد والدي ابويا بحري، انا مصطفى غانم ابويا كان مصطفى مش هندسه، لكن كان الثاني غانم ابو عادل غانم وابو جوز ابو امين اسمه ايه؟ ابو حسام. ابو حسام دول من دسوق يا ريس، دول هندسه، لكن احنا الطب انا ما عرفتش حاجه، ما انا حتى لو حاجه دي احنا الطب هندسه. اه طيب. انا هندسه. اهلا بيك يا دكتور. انا بس برد على الدكتوره. ان الله يحب ان تؤخذ رخصه كما يحب. الرخصه مش معطيه للام، الرخصه معطيه لقوه الاسلام. يعني الطفل الرخصه معطيه للطفل عشان يطلع اطباء ومعارفين انا كده اكثر مني، عشان يطلع راجل قوي، راجل ما عندوش عضلات الى اخره. يعني مثلا ناخد رخصه من البسيطه اللي هو قصر الصلاه، هي شغاله ان انا بدل ما اصلي اثنين اصلي اربعه انا اصلي ثمانيه، ولكن الرخصه مثلا بتاعت الصلاه انا على فكره يعني بحثت في الموضوع ده وسالت ناس اثق في قدراتهم الدينيه، قال لك لا الام الحامل لازم تفطر، دي رخصه ملزمه لها لان هي معطاه للطفل عشان يطلع قوي. لو الطفل قدر يقول لها لا ما تصوميش يبقى كان حضرتك متفق مع الدكتور هي بتحاول تخليهم ما يصوموش على فكره، هي مع حضرتك، هي مع حضرتك، هم اللي بيرفضوا. لان الام الحامل او المرضعه لابد ان تفطر او الرخص تنفذ، لان احنا لا نعلم الا باجتهادات ليه اعطيها في هذه الامور. بص يا باشمهندس عايز اقول لك حاجه، في بدايه الكلام الدكتور خليفه قال حاجه مهمه، انه ما فيش قواعد ثابته مين يصوم ومين ما يصومش. انا رديت على حضرتك قلت لك انا سالت الناس الثقه الدينيه فدي كانت الاجابه. حجاب الجرح المائي. ما فيش قواعد مين يصوم وما يصومش بس بتبقى عامه. لكن في توصيات الدكاتره متفقين عليها، ومن ضمن التوصيات اللي الدكاتره متفقين عليها ان الحامل لازم للطفل مش للام، بس انا بقدم تنبيهات ان لو البيبي حركته قلت، لو هي احنا للاسف حضرتك الحامل اسابيع لو هي حركته قلت، لو هي داخل او لو هي تعبت او لو هي حتى بقت كويسه في الصيام، بس بعد ما فضلت تعبت جدا يبقى انا هفضلها في الصيام، يعني انا افضل اقول ربع ساعه تلت ساعه انها لازم تفضل. لكن في ناس بيبقوا مصابين يا رايت يعني يا رايت يعني هيصوموا على الاقل بعد ما انا اتاكد ان هم
الحاجات اللي قلتها اللي هي في الدروس الاساسيه مش هيمعنوا ارجوهم ياخدوا الدرجه السؤال الاساسي في الدكتوراه. طيب انا تسمح لي حضرتك اقول لك حاجه. طبعا احنا اولا للاسف احنا مستهلكين علم. يعني ايه؟ يعني احنا ما عندناش مراكز ابحاث بتعمل الابحاث اللي بتاكد او تنفي حاجه. احنا بناخد بنستقي العلم من بره. فانا ده هيقودني لبحث تاني كان معمول في الستينات واسمه افتكر الاسم ده كريفتي هايبوثيسيس. كريفتي هايبوثيسيس البحث ده كان اتعمل علشان بصوا بقى من ناس كثيره جدا اثناء الحرب العالميه الثانيه تحديدا اتولدوا في حوالي وصلوا من سن ال 40 جالهم مرض السكر. فبداوا يبحثوا ويشوفوا السبب. لقوا ان السبب ان الام وهي حامل كان عندها مجاعه عشان كده اسمه فريفتي. فحصل ان الجنين في اللي هو اثناء فتره تكوينه اخذ على الجوع. وهي ما كانتش تقدر تاكل. فبصوا لقوا ان بعض الناس اللي هم توفاهم الله في الوقت ده حللوا لهم عملوا اوتوبسي لقوا ان البنكرياس كميه الدم اللي موجوده فيه اقل من نظائرهم في اوقات اخرى. فطلعت النظريه بتاعت ثريفتي هايبوثيسيس اللي هو الست مش لازم تدخل في مجاعه اول 3 شهور. ومن هنا احنا بدانا ندي نصايح للامهات الحامل اوعي تعملي رجيم طول فتره الحمل. واضحه النقطه دي. ولكن انا بستوقف في حته مهمه جدا هنا عايز اقول لحضرتك. كثير من يبقى احنا بنتكلم ان احنا لو عندنا واحده حامل عندنا 3 مراحل المرحله الاولى والثانيه والثالثه كل 3 شهور فيرست سكند ثيرد تريمستر. فهي المفروض ان التكوين المخ تحديدا والاعضاء الداخليه والى اخره بتحصل في اول 3 شهور. فيبقى مش مفروض ان احنا نحرمها منها. بس مين قال لحضرتك ان الصيام ده حرماني؟ انا بعمل شيفت ما بين النوكتيرنال او هكمل وراك التعرض زي ما انت عايز نوكتيرنال ريتم الريتم من الصبح بقى ليل والليل بقى نهار. فلو هي هتتاثر فعلا وهيبدا يجيلها مشاكل من الصيام انا مقصود. لكن هي في الغالب تلاقي واحده تقول انا اكتشفت ان انا كنت حامل من شهر نتيجه ان هي في فتره اول 3 شهور بيبقى عندها النوزيا والفوميتنج والترجيع ومش قادره تاكل اساسا. فهي بالتالي ان انا احرمها من فكره الاكل وهي صايمه في اول 3 شهور تحديدا لو هي هتتعب لكن انا كطارق لو واحده بتجيلي وبترضيها رخصه انا مش هديها رخصه غير لو زي ما حضرتك قلت مش قادره تستحمل. لكن معلومه اخيره عايز اقولها لك. السنه اللي فاتت لقوا فوائد الصيام واللي عملوا الحمد لله الكلام ده مش مسلمين. قال لك ان فوائد الصيام حاجه اسمها ابوبتوزس يعني موت الخلايا. لقوا ان انت لما بتقف فترات معينه بتصوم بتقلل موت الخلايا وبتجدد الخلايا في جسمك. ومن هنا جاء قول الله تعالى صوموا فصحوا وكتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم. فبالتالي كل الى اخر الايه السليمه فعلا الصيام ده بيجدد الخلايا. وبدا هناك بعض المراكز بتبدا تعمل علاج عن طريق الصيام الكامل مش صيام فقط الكامل لمده 7 ايام وبتشرب ميه فقط. ما بقولكش اعمل كده لكن الست هتقلب النهار ليل وليل نهار هتاكل اللي هي هتاكله كله في المكسور من غير هتيجي تقول لي في هرمونات بتختلف ان الكورتيزون بيفرز الصبح وبالليل بيبدل كل الكلام ده. انا متفق معاك مش هتكلم على الفسيولوجي ولكن يجب ان احنا نديها الفرصه علشان صحتها اولا وصحه الجنين وطبعا اساتذتي هم اللي هيكملوا.